النادي الأهلي نادي القرن، نادي الأهلي كان نادي القرن في المائة سنة السابقة، وسيظل دائما نادي القرن بجمهوره. هذه الكلمة الخالدة والكبيرة جدا من العظيم الراحل صالح سليم. ولأن مجلس إدارة النادي الأهلي أو لأن النادي الأهلي دائما خلال المائة سنة السابقة فاز بنادي القرن، والمائة سنة القادمة سيفوز إن شاء الله بنادي القرن، ولكن لأن هناك إدارة كانت إدارة قوية جدا خلال الفترات السابقة، وما زالت هذه الإدارة تواصل حصد ما حدث خلال الفترة الأخيرة وأيضا الفترة القادمة. وبالتالي موضوع غريب جدا زي ما حضراتكم شفتوه النهاردة، وأنا مش هتكلم فيه كتير لأن البيان الصادر من مجلس إدارة النادي الأهلي بيقول إن الأهلي بيدرس الموقف من جدول الدوري النهاردة. بالمناسبة استنوا كده معلش، عشان أنا حاطط الجدول في جيبي، مش عارف في جيب اليمين أو في جيب الشمال، هقول لكم كده، في جيب اليمين أهو، في جيب اليمين أو في جيب الشمال. هقول لكم ليه أنا بقول الكلام ده، لأن الجدول اللي نزل الحقيقة جدول يضحك. أنا معايا تشكيل النادي الأهلي هقوله لحضراتكم حالا، ولكن موضوع الجدول ده نضحك مع بعض الأول وبعد كده نشوف تشكيل النادي الأهلي. لجنة المسابقات عملت إيه؟ حطت جدول جديد غير الجدول القديم، أو غير الجدول الجديد اللي كان قبل القديم، قصة كده كبيرة. المهم يعني فزورة جديدة من فوازير رمضان، فزورة جديدة من فوازير رمضان. قال لك الأسبوع الـ 34 الجونة والإسماعيلي يوم 27/5، والمستقبل نجوم المستقبل وإمبي يوم 27/5، ومصر المقاصة وطلائع الجيش يوم 27/5، والداخلية والمصري يوم 27/5. يوم 30/5 بقى الزمالك سيلاقي الإنتاج الحربي، خلاص تمام زي الفل. الخميس 30/5 حرس الحدود وبيراميدز، ويوم الاثنين ده برضو الأسبوع الـ 34 والزمالك والإنتاج مؤجلة من الأسبوع الـ 31. الاثنين كان بتروجيت والمقاولين، والإنتاج الحربي ووادي دجلة والاتحاد السكندري وسموحة. يوم الاثنين أيضا 3/6، أنا بتكلم بجد مش بهزر، قدام حضراتكم الجدول على الشاشة، والله العظيم الكلام اللي أنا بقوله ده بجد مش هزار، ده الجدول الرسمي اللي وصل لاتحاد كرة من وصل من اتحاد كرة القدم لكل الأندية في مصر. إن يوم الاثنين 3/6 الزمالك سيلاقي حرس الحدود أو الجونة. والله يعني بجد أنا ما بهزرش، والله العظيم هذا هو الجدول، هو ده الجدول اللي كنت بطلعه من جيب اليمين أو جيب الشمال، هو ده الجدول اللي نازل. أنا مش هقدر أعلق أكتر من كده الحقيقة قدام حضراتكم. آخر سطر فيه كده يقول لك إيه الأسبوع، معرفش ده الأسبوع كام، ماشي بغض النظر الأسبوع كام، الاثنين 3/6/2019 حرس الحدود أو الجونة سيلاقي نادي الزمالك. يعني أنا مدرس فرنساوي وإنجليزي وحساب وعلوم وكل حاجة لغاية لما يجي مدرس الدين مثلا، يعني والله أنا ما شفتش في الدنيا، في الدنيا اللي أنا بشوفه هذه الأيام، وأنا مش هقدر أعلق أكتر من كده لأنه اللي بيحصل ده شيء غريب جدا. أنا هحطه في جيب اليمين أو في جيب الشمال، وأنتوا بقى أنا هحطه في جيب اليمين، فأنا هستنى لغاية لما الأهلي يدرس الموقف من جدول